بخلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة حضروا الورقة والقلم حلوا فزورات اليوم 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 وبالجائزة الحلوة نهنيكم وبجائزة الحلوة نهنيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم فزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف سلام عليكم وعليكم السلام عطيني قهوة ها والله وعطيني شاهي ان شاء الله وعطيني طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله عطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار روحوا ابوي هناك عند البشكار رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين وخلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا عجب يبكي المشغول في مسافر خانه في مسافر خانه شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم عمدور صرت له طار صوتهم صرت له صرت له ويقول اول بيطرشلنا ست جواني بس توي شوف الظالم شوف ست جواني ما اسوي بوترا الله كريم يا انا اعطي غوازي ما اعرف ايش اسوي هاي يا عليكم لا اله الا الله ست لكن احسن من وقوع من وقوع انتبه تو انتبه لا تنعليك حتى علينا بتضحك يا فاضل ايه مالان ابويك ذاك وهو قال لك من زمان انك انت ما تسلم بواحد ما عنده مغوازي بس تسلم على الناس بعندهم مغوازي نحن مساكين فاضل ترى ما عندنا غوازي ما بسلم علينا افا عليك يا عمتور افا انا اقدر ما اسلم على هنقرينا فاضل شوف كل شيء ولا واحد يطنط علي فهمت افا ابوي حرام عليك تضحك على الرجال حرام علي انا ولا حرام عليكم انتو كل هالسنين هذه كلها ضحكوا على عقول اهل الحاره مالك مالان مالك
من الله ولا عين صابتك مالك؟ تبغى الصراحة؟ عين صابتني نعم عين صابتني. عجب سيف سيف سوي لها ملح وهو وقطرة. ضحكوا نسوي عماركم مرة ما تعرفوا شيء ولو أنت بلاتن عليك. يعني أنت مرتاح مسوي نفسك وكذا ما قاز عمرك أنت بلاتن عليك؟ مالك مالك علي اليوم مالك مو فيك. هو كيف مالي كيف مالي؟ كل فلوس الدنيا هذه عندك بلاتن عليك وقالز مسوف عمرك كذا؟ تعال مو وين عندي فلوسه؟ عطينا نصهن عطينا عجبنا اركبتم غتيكم ربيته ولا ربيه واحدة؟ مسوين عماركم ما تعرفوا ها؟ مسوين عماركم ما تعرفوا شيء مرة. مو هناك مو هناك مو هناك يا فاضل الشايب خلف عمك أخو أبوك مو قل؟ عاد انت شوف وحكم بنفسك يا شايب حميد. نعم. ما قريب الدنيا تحشر عن منوبة فاضل ود اخو شايب خلف سمعتني يكون صح هو صح لكن ما كذاك السالفة. فاضل اول متبطر ما عنده حتى نص ربية كيف عادته يوم الاموال والدكان والمسافر خانة وكل الاموال اللي حال الشايب خلف كلها حال فاضل تو يتبطر أيقتل ولاد الناس ما يمشي في الشارع أشوف واحد صفعة واحد شيبة ماشي قام يضحك عليه هذه ما حالة هذه ما حالة فاضول ما عليك يا فاضول هذه المرة اسمعها لك قرشين دفعهن الشايب خلف لكن المرة القادمة ما عليك ما أنا سالون ولد السباح المقهوي إنما داويتك ما عليك ما عليك شايب خلف صحيح الكلام اللي يقولوا أهل الحارة مو يقول أهل الحارة فاضول مو يقولوا يقولوا أن أنا ود أخوك كنت بس يعني صحيح الكلام هذا صحيح كلام صحيح هو تبي صدق فاضول فاضول يا ولدي سامحني أنا تبقى صدق من يوم ليوم أبقى أقول لك لكن ترى عاد ما جاء الوقت المناسب عاد سامحني يا ولدي سامحني ما أسوي تراني ما أسوي كيف أسامحك كيف أسامحك وأنت اللي عزيت الفلوس عني كيف أسامحك وأنت اللي طردتني من المدرسة كيف أسامحك أنت اللي ذليتني كيف أسامحك وأنت اللي خليتني بشكار عندك كيف أسامحك وأنا من دمك كيف أسامحك كيف أسامحك وأنت اللي خليتني بشكار كيف لا اسمحني يا فاضول يا ولدي أنا غلط الغلطة هاي ما أحد يقدر يسامحني غيرك عنها سامحني يا ولدي سامحني الطمع مع عيني الطمع مع عيني سامحني يا أبوي ما أعرف كيف أقول لك تو ما أعرف لساني تعجب الشيمة يا ولدي سامحني ما أسوي ترى الطمع مال عيني مال عيني الله يعلق غوالي ويعلق صدهنا فاضل فينك يا ولدي تعال فاضل سمعي عاد يا ام سياف انت تسيري بيت ام يوسف وتخبريها بكل اللي فهمتش عليه واها تنسيب وخبرتش عنها فهمتي؟ زين وخلف كيف تعرفها موافق ولا لا؟ وخاصة بعد ما نشروا الكلام في الحارة عن فاضل انت ما يهمش سيري وبس بس انا خايفة يا حمدان مو خايفة الله يهديش يا شواخ يا شواخ أنا أعرف أخوي الشايب خلف يبغى أم يوسف علشان تكون زوجة له لكن واحد إيش تعرف يا طمع طمع بين آدم أها أنت كيف تصير حال الشايب خلف باغي تزيد النار حطب كلامش صحيح يا شيخة كلامش صحيح لكن عاد حمدان يعرف كيف يتصرف ما يهمش عقب انت تصدق انه فاضول يجلس حال شايب خلف بعد ما سوى فيه مسكين خلاه كمل بسكار حيطه وقام يعامله كمل كلب وحلينا ما يجلس ان شاء الله فاضول بيرجع معزز ومكرم في بيته وبنخلي القلوب تتصافى مثل قبل وبنخلي هذه الحاره
يعم فيها الحب والمودة والإخلاص. عسى ربك كريم. عسى وبنأدب الناس اللي يسبوا اللوادم وتموا ينقلوا كلمات من حارة لحارة ومن بيت لبيت. إيش قصدك؟ قصدي أبو يشيل الكلمات هذه وينشر الخبر الشين. مشكل عليك؟ على هواش عاد. ماشي حيلة. الله يا الدنيا، من كان يصدق ان في يوم من ايام دكان هذا يسكر؟ ايش صار في هذه الحارة؟ ما حد يحب حد. الله يا الدنيا، ايش صار في هذه الحارة يا ناس؟ ايش صار؟ ها مالان، اشوفك جالس هنا. ها انت تبغاني اجلس يا سالوم؟ سيرحة شايب خلف، سيرحة فاضول. سالوم ها انت تتكلم هذا الكلام؟ كيف يعني؟ انا ما انسان، ما بشر؟ انتوا علامكم تذكركم على سالم القهوي، علامكم. ما حد فهم بعد سالم القهوي يا مالان، ما حد فهمه، كل هالناس ضده. ايوه بس ايش بس يعني؟ ايش بس؟ بس يعني مو يعني قصدك ان انا متزعل مع فاضول؟ ما عليه المسامح كريم، واذا انا فاضول ما ادبته بيأدبه زمانه، والله العظيم لو ما حجبت شايب خلف كان هو بايت في الجلالي، لكن ما عليه المسامح كريم. والله الدنيا هذه عجائب وغرايب، ما حد عارف ايش يصير فيها. ربنا عز وجل هو اللي يعرف حالة هذه الحال. مثل ما قتلش يا أم يوسف، ترى هو رجال كبير ويبغى بنت صغيرة، يبغى يا بنت الحلال ولاد، وهو مسكين متعذر، يقول بقصير، يقولي له أني أنا آسفة وأنه سامحيني. بس يا بنت الحلال، أنا وحدي استمل يوم شفت والدي يوسف يخبر أخوي عن زواج بنتي عواش. ماشي إنسان ما يغلط، وهو تو مسكين متأسف على اللي سواه، وقال لي حمدان سيري خبري أم يوسف واعطيني الجواب تو موافقة ولا لا. لكن مو أقول ليش. مو تقول لي نوبة، صار لي ساعتين وأنا فهمش، وإن كان ما تبغيه هذاك شيء ثاني، أنا ما يخصني. لكن أخوي. أخوش أنا مخبرتنا وقايلت له، قال يجي حتى لو يوم واحدة لازم يجي وصل عمراوي. انزين تو انتي خبريني متى استوى ذا الكلام. ابوي ناس تشتغل، لكن اقول لك ذهبي انتي الصغات وبس. انزين وولدي؟ ولدي يا بنت الحلال موافق. متى موافق؟ اذا هو ما يوافق هين بيشتغل؟ تبغي يدور من سكة حال سكة، من مكان حال مكان، زين ما زين حالش هذا يا حرمة؟ سمعن كلام اصطاخيني. بس أنا كنت يا حرمة. أنا كنت يا حرمة زعلانة ما كذا. إذا أنت تسوي كذاك يا حرمة ما حد يبغاش، ما حد يبغاش ولا توقف. واوي ما حد يبغاني؟ حشر علي شمه. شمه فيي لا تقرب، فضيحة الحرمة. بابا حرمة الرجال يا وجهي. سيري سيري قضي عني. ما يهمش شلي عني. ما يهمش بعدي عني. أحايز ما في من والدي. فضيحة يا ولدي حرمة الرجال، مالك سوي فيك ذاك؟ أم يوسف خذي عني والدي. انت في رقبتي. شيمة في رقبتي انت. خذي عني. خذ الحرمة جاية تصالح ما بيننا، وجابت لي اخبار ان الشايب خلف باغي يتزوجني. على موافقة، انا موافقة، على موافقة موافقة. مو تقولي؟ شوف عاد يا اخوي يا خلف، اللي صار صار، وان شاء الله ما بتستوي بيننا مشاكل، ها؟ وان شاء الله نحن بنستوي اهل وحبايب مثل ما يقولوا. ان شاء الله يا رب. عجب انا اقول فاضول لازم يجي. سمعوا يا اخواني. نعم. ويا جماعه انتوا جباريت الحاره سمعت مني. ايه نعم. تفضل تفضل يا خلف يا اخوي، قول قول. اتكلم وقدامكم اتكلم ونحن كلنا سامعينك. عارف كيف؟ اي نعم. واهل الحاره لازم يسمعوا كلهم بعد، خبروهم الحاضر يسمع الغايب. حاضرين حاضرين. قول تفضل. جوهو انا بقول وبتكلم، فاضول زعل علي ولا رضا؟ سمعتوا كيف؟ انا لازم اعطيه كل شيء ومتنازل عن كل شيء، واتمنى منكم انتو يا حمدان يا اخوي انته ويا مالان ها ويا سالم انكم تسيروا ليوسف وام يوسف وتطلبوا يد بنتهم عواش. مو ذا الكلام بو اسمها يا خلف يا اخوي.
مرة ثانية يا شايب خلف ردينا على نفس السالفة؟ أما أنك يا شايب خلف متقلب؟ مالكم يا ناس يا جماعة، لا تستغربوا من كلامي، قبل سمعوني مو أقول. قول تكلم، احنا سامعينك. ايه نعم سامعينك. قول تكلم يا خلف يا اخوي وعبر. زين تو تسيرون، ولا ابغى منكم انكم تسيروا تطلبوا يد بنتهم حال فاضول. عز الله والنعم. ايه نعم زين سويت، فاضول يستاهل لبنية. نعم ايه والله رباك. نعم. ربيت يستاهل والله فاضول. عجب يوم المسلك ذاك انا اقوم اسير ادور على فاضول وعنتر واجيبهم هنا قبل غروب الشمس. عجب زين سويت. يلا انا سير معاك. سير معاي. نعم سير معاك، نصير ندور ربع. زين والله ما ولا تجون بدون فاضول، كل عاد ولا فاضول. وين قلت اللي تصيب؟ ليما. اي نعم ليما. هذا كم؟ كيف كم ود الحلال، هذه منطقه في ولايه كبيره. وين هذه الولايه؟ هذه الولايه ابوي ما يصير لها بمواتر. عجب مو بخشب؟ هي نعم يصيروا لها بخشب وبطيارات الجيش، وهذه الولاية معتلية فوق الجبل. هذه الولاية بالظاهرة؟ لا عجب هين؟ في الشمالية عند مضيق. بس عرفتها الولاية عرفتها. لا عنتر سير علي سير ساعة يا عنتر سير. أفعليك فاضول. أنت كذا تقول؟ كذا تقول؟ أنا ما أقدر أصلا أودرك، ما عاش إلا بعد يودرك. صحيح أننا نحن أولاد فقارة، لكن نحن أولاد أصول. ما أودرك رجلي على رجلك. جزاك الله ألف خير يا عنتر، جزاك الله. لكن يا عنتر أنا يدي أنا مقهير، ما حليلي أبدا، ما أعرف حد بالحارة إلا ما لا أعلو عنتر، ما أعلو ما لا أعلو وسأل محمد الله. يتيم يا عنتر يتيم. لا تقول كذاك يا فاضول، لا تقول إنك يتيم، احنا كلنا اخوانك يا فاضول. اهل الحارة كلهم يبغيوك يحبوك صدقني، واولهم الشايب خلف. لا اطغلي يا اشرف لي انا ما اي مكان، ولا اطغلي يا ولا. المهم قوم خلي يصير معاي. قوم. لا ما اقوم، انا ما اي مكان ولا لا معي واحد لا اي مكان. خلف فاضول صير معاي البيت بيتي. خلف فاضول قوم. أشرف لي أنا ماي مكان ولا واحد يدني أبدا. حشي ما تنام أي مكان غير بيتي يا فاضول، بيتي مفتوح لك. نعم يلا فاضول. قوم فاضول. قوم أبوي جاي مالان. يلا قوم. الله يبارك فيك. قوم يا الله على رحمتك أنت. قوم. بشر حمدان الضاه ولا ما افا يا خلف، افا يا خلف يا اخوي. انت يوم من الايام خرجت اخوك حمدان في شيء وجاك وقال لك ما ابدا. عجب الضاه. شوف انت عجب صبي صبي ونص. ويلا اعطيني البشاره. يلا يا حمدان. ترى حمدان حل بشاره ما يحتاج بعد. جاهب انت عاد الحين فوق القواعد تموت فوق القواعد. لا تقول شيء. لا اخش من الحمد لله. انا الله ريحني من الحمد لله رب العالمين. اقول نعم عجب ان شاء الله باكر انشل الحق وتشلون الحق حالهم. هي من باكر ان شاء الله. اسمع باكر ان شاء الله بنشل الحاق والمال وبنسوي الملكه والزفه اربع نوبغاوي مع هي ولا يهمك. ولكن صدقني يا حمدان يا اخوي ما يرتاح لي بال، ما يرتاح لي بال غير يوم يجي فاضول بس ويعرس ويتزوج ويرتاح لي بال ويرجع لك كل حقه. واشوف احس عمري اني ريحت ضميري وارتاح بالي. نعم يا الله. عفا عليك يا خلف يا اخوي. يا ريت هالكلام هذا قلته من زمان. نعم. يوم للوم ويوم للندم يشدني بس
يا رب سامحني يا رب سامحني. ان شاء الله ولا يهمك ولا يهمك يا خلف يا اخوي. ها وعاد اخوك حمدان ترى ما بيقصر في عرسكم، بارك قصر في عرسك وفي عرس ولدك فاضل. نعم نعم. ايه ولا يهمك يا اخوي، وانت اتوكل على الله ولا يهمك. يا الله الله كريم. الله كريم. الله يوفقنا ان شاء الله، ويكون ان شاء الله زواجنا تم رباعنا وياه ان شاء الله ان شاء الله. وانا وميوس افترى ان نحن عيون. وانا شويبه مره متوالمين. متوالمين. اه اي والله نجزر حياتنا باقي الحياه بنجزرها. لكن عاد ترى والنعم ترى في ميوسك. نعم اي نعم. حرمه طيبه. نعم حرمه حرمه. ونوب بعد بنت عواش. اوه اسكت عاد. لا ان شاء الله ربع ام يوسف. نعم في نعم نعم في ان شاء الله. وفاضل ترى بعد رجال. ايه رباك رباك يا خلف يا اخوي. اعرفه 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 توالي ود اخوي. ما بقدر اتحكى عنه كلام انا ابغاي ولا ما ينفع بقى. اقول نعم ومن يوم معي من يوم صغير الين تو ما اشتكيت منه حشب شيء. عفا عليك يا خلف، هاي كلها من طيبك يا اخوي. ايه نحن بعد ترى جيرانك ونسير ونجي عندك. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ما اشتكينا من شيء. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ونقول عسى ربنا يوفق بس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
بغني حال عرس فاضول، وبعدين بعد يومين عرسيانة طبعا، وبخبركم ان شاء الله اليوم عرس سهرة ليل الصبح. اليوم بنزف على عروسه وان شاء الله كلنا بعد بنمك العرسية بنمك. يلا ابو يلا يلا يا دهدانا دهدانا يو عندك بدأت تغني، عندك الصبح عندك كذا، يا ما قاعد أقول، عندك 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 ع
باجر 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 بخلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم.